يلا انت حي الحلوين اليوم، ايش رايكم نروح من هنا ولا نروح من هنا ولا نروح على طول ولا نقعد في البيت ولا فين نروح؟ كيف ازغشتني في الساعة؟ ايش سويت؟ ازغشتني. يعني ايش ازغشتني بالساعة؟ خلاص دحين كيف يا فلولة؟ ما شاء الله شكلك مرة حلو يا فلولة، ما شاء الله. ايش بالله عليك؟ ايش يلا يا حيل ويلا يا طعمة. Do you love me? Do you need me? زي اللي توه مخطوبة أول ما تلبس الخاتم، إيوه يا بنات كيف حالك؟ وأنا مرة زوجي حبني أنا منه غني غني، تحس إنها خنفة. يلا روح نفل، يلا تبقى معدية ما تبص عليا. ما شاء الله على الطلع. اليوم عندنا تغطية حارة الحاجة عسلية قبل ما دوق طعمه خطير اخويا فهد. اللي تحب تطبخ انا لكم رابط نسيل. سلام يا سلام يا اخويا، جربه مع فيحه 70 ريال يا فيصل. انا شايف انواع كثير لازم يجربوا كنان الان. ايش في حكي؟ الحمد لله يعني نهرت على اللي عندهم زي قروض منوع والشوكولاته تمام. بالله عليك لا يطق لك عرق يا بنت الحلال، خلاص اهدي معليش. يلا يا حلوه يلا يا طعمه. يا فيصل الدين العرض عسل البديل خليك حط يا فخ 90 لازم يا جماعه. ما قلنا لكم هذا عسل مع العسليه 99 العروض هنظبط مين؟ اي ما ابغى ولا شيء، لا اله الا الله. عسل حبه ارفع سبحان الله سبحان الله. قلت لامك ترضيكم طبيعي قالت صناعي. ها شوف اهو ايش ده ايش ده، ومسعره نفسك كمان عشان احد يشتريه. يا طعمه لا يا طعمه يا حلوة يا حلوة يا طعمة. النسيل النحل ارفعوا الأخير يا شاشة يا شوفوا يا متابعين، أريد أن أغني لكم كلية شعر. أعز سهرا من الناس والدنيا أنا تعبانة خلاص، أنا مش لاقي أمل حواليا، حزيت أسد الناس، أنا مش لاقي وحدة تحس وكل هالإحساس، عايزة أهرب من الناس والدنيا، أنا تعبانة خلاص، أنا مش لاقي أمل حواليا، حزين أسد الناس، أنا مش يا تعرف ايش كانوا يسموني زمان في الحارة؟ ايش؟ اشف كشري. كشري تعرف ليه؟ لا لاني اعرف المطاعم اللي تبيع الكشري زي يعني. في ناس يقولوا عليه كشري وفي ناس يقولوا عليه كشغري. طيب ايش نسوي له؟ نقول بسم الله وناكل بيدنا اليمين اوكي؟ والدبانة هذه لو مسكتها هنتف لها ريشها خليها تقضي حياتها كلها ماشي. هذه واحدة في البيت ما انا كبير. هي عارف كانت هي لانه هذا بيتها، هي ساكنه في البيت قبلنا، فلما احنا اخذنا الشقه هي زعلت. هي كانت قاعده تفرج على نتفليكس على قسم الحشرات وكذا. ناكل والله ترى اول كان في دبانتين. ايوه عشان بحكي انا ايمن مره مسطره، كان في دبانتين. أيوة. جبت الشبشب ايوه
ايش هذا؟ شوف هناك الكوره. همشيك مسطره لا شوف مسيطره همشيك مسطره ثمانية عيالي قبل 49 سنة. 49 سنة يا شف. يا عيون الشف، لما كنت في عمركم كان أبوي يجيب الغداء والعشاء معاه ونقعد زي كذا على النواشف يا ولدي، والمروحة نشغلها على 5 عشان إحنا 5 نفر نشغلها على 5، لو 3 نشغلها على 3 ونقعد نفس القعدة هذه. عشان كذا يا عيالي خلاص نبلاك، مو تحين ذكريات وما ذكريات او تفهم حاره ليش هتأدن ولا ايش؟ الله اكبر. يا بلان انا جبهتي قاعده تولع يمين يا متبعي، يلا بالحلوين. هذا لسه شغال ولا ايه؟ اطفيه كيف اطفيه شغال؟ ليش هذا هو؟ شوف من غير يد، شوفوا يدي شوفوا من غير يد من غير يد علق ولا ايه؟ السناب علق ولا ايه؟